العظيمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهارده قال هو المتفق عليه اللي هو العرايس. تمام؟ الصب يعني قطع التعادل فيها. تشيل هي انت بتشيل حتة اللحم كده الصغيرة دي. تمام؟ النار مكسرة تكون مطعمة. تمام؟ هنجرب كده مع بعض يعني. يلا. مش هقدر اديك السلطه كده على رزقك ولا لا؟ الكبيرة اللي انا بقولك عليها طلعت لسه حية لسه جاية صقناها بتنشالب ازاي خايفة هنعمل فيها ايه احنا بقى بنجيب السمك ده طبعا يعني ابويا قاعد في الصبح معاه وهو برضه مش طبعا انا شايف بيطلع وصوت بيطلع حلو وصوت بيطلع وحش بس ربنا يرزقنا طالما خمسة دول